أم أحمد اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ اتفضلي يا أم معايا؟ أحمد. والله أيوة يا مع شيخ حضرتك احنا اتفضلي. والدي، اتفضل فضل حضرتك. والدي متوفي من 3 شهور، واحنا عندنا كان سايب فلوس وكان سايب أرض زراعية، فاحنا عندنا ولدين لسه متزوجوش، صبيان. اخواتهم الكبار الاثنين بيقولوا يتجوزوا، والشرع بيقولوا انهم يتجوزوا من ورثهم، هل ده صحيح؟ ده اول سؤال. طيب تاني طيب سؤال، بالنسبة لو والدي عنده ديون، عليه دين، سايب عليه دين مثلا، دين على اي حد، مين من اولاده احق بالدين انه يسده؟ حاضر ماشي. حاضر. وثاني حاجة بالله عليك، ايه الدعاء اللي ندعيه لابويا يوصله يعني؟ لوالدك حاضر حاضر. بس ربنا يكرمك. شكرا يا ام احمد. ام احمد بتقول يا ترى لما ابويا مات وجوز اتنين وفي اتنين تاني صغيرين لم يتزوجوا وعليه دين، ازاي نتعامل مع التركه بتاع الوالد؟ اول حاجه لما بنيجي نعمل حصر للتركه، اولا يجب سداد الدين، يجب سداد ما على الميت من دين ان وجد، تنفيذا لوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي كان يؤتى إليه بالجنازة فيسأل هل على ميتكم دين؟ الراجل ده عليه فلوس لحد؟ لو قالوا له آه عليه فلوس يسأل مين اللي هيدفع؟ ها مين اللي هيسدد الدين؟ إن سكتوا ولم ينطقوا يقوم يقول لهم إيه؟ صلوا على ميتكم فإني لا أصلي على من عليه دين. ليه؟ لأن العبد أو الميت مرهون بدينه في قبره بين يدي ربه سبحانه وتعالى. الحالات اللي كانت صعبة، اللي كان واحد يعني متعذر أو ما يقدرش يدفع، كان النبي هو من يتصدى لسداد الدين عن فقراء الأمة صلوات الله وسلامه عليه. لكن افرض أن أسرة الميت له تركة، أول حاجة حين يموت الميت قبل حتى ما نصلي عليه نجيب الناس اللي لها دين ونسدد ما على الميت من دين إن وجد. طب الفلوس بتاع الدين دي بنسددها منين؟ من أموال التركة، من أموال الإيه؟ التركة. طيب بنيجي نوزع التركة، لا يشترط بقى إن أنا أقول ده اتجوز وده ما اتجوزش، لا أنا فورا ببتدي أتعامل مع التركة وبقول مات وترك كذا، وأوزع على الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين.